السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم عزيزاتي المتعلمات في حصتنا لهذا اليوم للاختيار الحر للعبة التايكوندو. ودرسنا لهذا اليوم مهارات الرجل الركلة الأمامية الدائرية ديليو تشاجي. والآن مع أجزاء الدرس. نبدأ بالمشي الرياضي، حيث تعتبر رياضة المشي وسيلة بسيطة وغير مكلفة، ولها دور فعال للمحافظة على صحتكم. الجري، حيث تساعد رياضة الجري على التخلص من التوتر والقلق وتقوية الذاكرة والوقاية من الأمراض، كما يحقق من خلالها وزن مثالي وصحة جيدة. الوقوف، دوران أحد الرجلين من مفصل الفخذ للخارج بالتبادل، ثم العودة إلى الوضع الابتدائي ويكرر. الوقوف، رفع الذراعين جانبا الوثب مع تقاطع الرجلين ويكرر بهدف تقوية الرجلين. الوقوف فتحا، الذراعان عاليا خلف الرقبة مع تشابك الأصابع، تبادل رفع الرجلين لملامسة الكوع للركبة مع لف الجذع بالتبادل ويكرر. الوقوف، الذراعان جانبا، الطعن بالتقاطع خلفا مع مرجحة الذراعين للأمام وللخلف بالتبادل ويكرر. الوقوف، الذراعين أمام الجسم باستخدام كرة التوازن والأثقال، الصعود والنزول مع ثني الذراعين بتبادل رفع الركبتين عالياً باستخدام الكرة الطبية، تتم دحرجة الكرة بين القدمين للخلف لتستقبلها المتعلمة الأخرى، ثم تقوم بدورانها بتسليم الكرة للزميلة من فوق الرأس مع ميل الجذع للخلف ويكرر. الوقوف، باستخدام جهاز الترامبولين تؤدي المتعلمة فتح وضم الرجلين مع مرجحة الذراعين للجانب وللأسفل. الوقوف، دحرجة الكرة الطبية بين الأقماع والحواجز، يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الظهر والذراعين. ترفع الركبة مثنية للأعلى وللأمام بحيث تكون القدم أغرب ما يمكن من فخذ قدم الارتكاز. يتم مد الركبة للأمام وللداخل بحيث يحدث لف للجذع وأداء المهارة بوجه القدم. تتحرك الذراع المقابلة للقدم الضاربة إلى الخلف قليلاً للمحافظة على توازن الجسم. يتم لف قدم الارتكاز للخارج أثناء الأداء وتؤدى الضربة في البطن أو الوجه. يتم ثني الركبة بعد أداء الركلة مرة أخرى. الوقوف، ميل الرأس للأمام وللخلف ولليمين واليسار. الوقوف، فتح القدمان باتساع الحوض، تشابك أصابع اليد، دوران الرسغين لجميع الاتجاهات ويكرر. الجلوس الطويل، الضغط على مشط القدم بكعب الرجل الأخرى بالتبادل بهدف إطالة عضلات الأمشاط. الجلوس الطويل،
ميل الجذع للأمام لملامسة الأمشاط مع الثبات والرجوع للوضع الابتدائي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وفي انتظار لقائكم في الحصة القادمة على الود والمحبة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.